تستعد العاصمة الإسبانية مدريد لاستقبال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع فريقي ليفربول وتوتنهام في نهائي إنجليزي خالص. عاصمة إسبانيا تزينت بشعارات الناديين وأعلام خاصة بالبطولة، في حين تستمتع الجماهير بالأجواء الرائعة التي تسبق المباراة. وبهذا الصدد، فإن الاستعدادات الأمنية واللوجستية قائمة على قدم وساق في كل أرجاء العاصمة الإسبانية لضمان مرور النهائي الأوروبي في أفضل الظروف. ومن المنتظر أن يقام النهائي على ملعب أتلتيكو مدريد في 10 مساء من التوقيت المحلي، ويعتبر هذا النهائي الخامس الذي يقام في مدريد والأول من نوعه الذي يستقبله ملعب أتلتيكو مدريد واندا متروبوليتانو. ويذكر أن فريق توتنهام تأهل على حساب أياكس أمستردام، في حين تأهل فريق ليفربول على حساب البارسا بعد ريمونتادا كبيرة على الفريق الكتالوني.